مرحبا. فرضت المتغيرات الاقتصادية في الداخل القطري إضافة إلى المتغيرات السياسية في منطقة الشرق الأوسط فرضت الكثير من التغيرات على القرار أو الوجهة السياحية للمواطن القطري. طبعا ارتفاع حجم معدل الإنفاق لديه هو أعلى متوسط دخل فرد في العالم. طبعا هذا عزز مستوى الوجهة السياحية وحجم الإنفاق المرتفع لديه خلال السنوات الخمس الأخيرة، لكن يعني في ظل المتغيرات السياسية في المنطقة العربية دفعت بهذا السائح إلى وجهات سياحية أخرى، إضافة أنه ارتفع منسوب وحجم الإنفاق لديه باتجاه وجهات سياحية أخرى. عن هذا المتغير في الوجهة السياحية ومعدل الإنفاق التي تعكس حالة اقتصادية في الداخل القطري، يسرني أن أستضيف لهذا الأسبوع السيد خليل أبي ناهض المدير العام لآسيا للسفريات. مرحبا بك سيد خليل. هذا التغير في الوجهة السياحية لقطر لاحظناها أنه بدأت تتغير في ظل يعني الثورات والانتفاضات العربية، أين أصبحت هذه الوجهة؟ ما هي الخيارات التي بدأت تتضح أمام سواء المقيم أو حتى المواطن القطري؟ هو فعليا شقين، المقيم راح يرجع على بيته وين ما كان البلد، عربي ولا غير عربي راح يرجع بيته، اللهم إذا كانت الأوضاع الأمنية جد سيئة بأجل. السائح القطري فعليا تغيرت وجهته، أو إذا بدك توحدت أكثر المحلات. يعني بالسابق كانوا يطلعوا للدول العربية، بس بما أنه صار في ثورات كثير هالسنتين شوي صار في تقصير باتجاه الدول العربية، توجههم صار أكثر لأوروبا، المناطق الباردة، لأمريكا. والغريب أنه أمريكا زادت الأرقام بشكل ملفت، أمريكا الشمالية عم نحكي اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية، وشرق آسيا كمان ما بتوقف على طول موجودة، لأنه بصراحة شرق آسيا صحيح ما أنه بارد الجو بالصيف، بس الحلو فيها أنه البادجت اللي بتحطها بتعمل لك مدة أطول لتبقى فيها وتنبسط أكثر لفترة أطول. يعني بين ماليزيا وبين تايلاند هي الفترة الأطول بتكون بكلفة أقل، بينما أوروبا التكلفة تبعيتها شوي أعلى، بس برضو عندها ناس بتطلع لها وبكميات السنة أعلى بكتير، لأنه ما قدروا راحوا على الدول العربية اللي هي مثل مصر، مثل سوريا، مثل الأردن، مثل لبنان، لأنه الأجواء السياسية والعوامل الأمنية كلها أثرت نفسيا بالسياح. لكن على مستوى حجم الانفاق باتجاه الوجهات السياحية، طبعا يعني بعد العام 2004 و2005 لاحظنا ارتفاع في معدل الانفاق المواطن القطري، طبعا نتيجة يعني ارتفاع مدخولات البلد، بالتالي ارتفاع هذا الدخل هل غير وبدل من الوجهة السياحية باتجاه مناطق كانت غير معروفة له، وبالتالي ما هو مستوى حجم الانفاق الذي ارتفع مقارنة خلال السنوات الأخيرة الماضية؟ عمليا كل اللي صار، كل الزودات بالمعاشات اللي صارت، كل الحركه الاقتصاديه اللي هي بتعلى عم تطلع من وقت، كل فتره بتطلع لاكثر شوي بقطر، عم بتاثر بالمصروف على اي شيء بيعملوه من ضمنه السياحه. هلا صحيح ايه، لانه في عندك ناس عم نشوف زباين نعرفهم، يعني هن زباين دائمين للمكتب، ووجهاتهم صارت لمناطق ابعد أطول فترة ومناطق مكلفة أكثر، وهذا يبين إذا بدك الأرقام يلي هي إنه صار في دخل أعلى، صار عم بيحط أكثر تقدر يرتاح أكثر بمحلات سفر له. يعني ما بقى يروح على محلات بتكلفة أقل، لأنه صارت الموجودة المدخول عم بيقدر يغطي مناطق جديدة لإله تكتشفها، مناطق مكلفة أكثر شوي صحيح، بس ومد الأطول كمان، لهيدي كثير مهمة، المد الأطول هي وقت تطول الفترة بالخارج عم تدفع أكثر، وهذا كثير مهم لانه كمان يعني بيريح حاله مرتاح عامة، يعني صار عنده اريحية بالمدخول، صار في عوامل الصيف، عوامل السياحة عم بتطول اكثر وبيقدر يرتاح فيها اكثر برا. سيد خليل، يعني ما ردك على ما يقال بانه الخدمات السياحية المقدمة من طرف مكاتب السياحة والسفر في قطر وكذلك شركات الطيران هي مرتفعة باكثر من 20 او 30% على اقل تقدير مقارنة ب الدول المجاورة، ما ردك؟ صح، هيدي أكيد فيها، بس فيها شقين، هيدي فيها الشق التنافسي للشركات الموجودة، والشق الثاني اللي هو الوجهة اللي رايح لها. يعني إذا بتقلي أنت قاعد بقطر طالع على واشنطن أو رايح على باريس أو أي محل رايح بسافر عليه،
عم تطلع دايركت على الطياره، مثلا طيران قطري يلي عاده بعض الناس بتقول انه اغلى من غيره، صحيح ببعض الاوقات، بس وقت يكون في طلب طبيعي العرض رح يكون اعلى سعر من ما شخص من اي شركه ثانيه. هي اول اذا بدك نقطه منها. النقطه الثانيه، عم تطلع دايركت فلايت، يعني عم بتطير دايركت على اي ديستنيشن، يعني مثل قطر ايروز عندهم 110 ديستنيشن 109 ديستنيشن عم بيطلعوا دايركت، اكيد بتدفع اكثر ما انك تروح عن طريق اي مكتب ثاني او اي عفوا اي مدينه ثانيه تتغير طياره وتقعد ترتاح. هذا باي شغل بيصير بالطيران، هي معروفه. هلا صحيح ايه في اغلى بقطر عموما، يعني الاسعار عموما اغلى من غير محلات مثل ما نبعد بدبي، مثل بالبحرين، مثل بالكويت، لاسباب كثير واضحه كثير معروفه، اللي هي انه عندهم الشيء اسمه الطيران المفتوح، يعني مبدئيا حريه الطيران، سو كل الطيران بينزل بدبي، او هي دبي اكثر شيء معروف، لانه هي اكثر شيء بتاخذ اذا بتلفت نظر الاسعار بدبي انه ارخص من هون، لانه عندهم حريه الطيران، يعني تنزل طيران اي طيران بينزل باسعار اللي بده اياها. بهالناحيه هون ببلش منافسه اذا بدك بين الطيران، مين بيعطي اسعار اقل؟ اكيد بالخدمه الموجوده، يعني كل واحد عنده خدمته ما في قصر فيها، بس الاسعار بتنزل. نحن ما بنحس فيها كثير هون لانه بعدها القوانين كلها بقطر كثير منيحه، بس الله راد مع الطيران عفوا المطار الجديد اكيد رح تصفي دوحه سما مفتوحه، وعمليا رح تصفي تزيد التنافس، بزيد التنافس نزل الاسعار. هيدي عم احكي على مستوى الطيران. دعني اسالك سؤال واضح وصريح ومباشر، هل يمكن ان تكون الدوحه شبيهه بدبي سياحيا؟ وما هو المطلوب؟ سياحيا مقومات اذا بدك الماديه موجوده، الشعب ولا الطف منها، كلنا بنعرف هالشيء، المقيمين والمواطنين كلهم اذا بدك كثير مضياف، وكلنا بنعرف هالشيء. عمليا اذا عندك شعب مضياف وعندك امكانيات ماديه وعندك دبي، شو فرقت معك؟ كلها نفس الطبيعه الجغرافيه، شو بتفرق؟ بتفرق معك انه البلان بدك تحطه، الخطه بدك تعملها. هلا اذا البلان موجود تنقدر نعمل وصل لتصير مثل دبي او احسن من دبي او اقل من دبي، ما بيأثر، المهم يكون في خطه موجوده لها. عمليا ما فيك تقول بدي اعمل وما في خطه. اذا بدك تعمل بدك تعمل الخطه اول شيء. تنسيق مثل دبي كثير هينه، في يكون احسن من دبي وفينا ما نقارن كمان، يعني فينا نخلق اذا بدك هويه لقطر فعليا، لسياحه بقطر هويه لها علاقه، ما بعرف شو هي اذا بدك النظره لها، بس ممكن تخلق لها مثل ما انت قلت سياحه اقتصاديه بتكمل مع سياحه الترفيهيه، بتكمل بعضها عمليا، وهيك بتصور دبي بلشت ترفيهي. قبل ما بلش ترفيهي كنا بنعرف بلشت دبي اقتصاديه من جبل علي ولغير المناطق للتشجيع الاستثمار، وابي قطر نفس الشيء عندهم يعني امكانيه اكيد، يعني حرام شعب مضياف اهم شغله، شعب مضياف يعني كيف ما تمشي الناس بتسلم لك بتساعدك، طب شو بدك احسن من هيك بعد؟ هلا عمليا كمان في ما تنسى في موضوع تنظيم كاس العالم اللي هو اللي قبله عندك 10 سنين تحضير له، اللي هو من ضمن البنيه التحتيه للطرقات الكبيره للمطار يلي راح يخلص بتصور بعد سنه سنه ونص بصفي اوبريتنج، للمرفا، للمترو، مترو انفاق، لكل اذا بدك الخدمات يلي بتسهل امور السائح اللي بيجي على قطر. عندك مؤتمرات، مع المؤتمر بيجي واحد بس على المؤتمر، مثل ما كنا بنروح اي مؤتمر، بنعمل مؤتمر قبل الظهر او بنعمل بوقت المؤتمر من بعدها، شو بنعمل؟ بنطلع سياحه. السيد خليل أبي ناهض المدير العام لآسيا للسفريات، أشكرك سيدي شكرا جزيلا على هذا اللقاء وهذه الإضافة حول القطاع السياحي في قطر. وأنتم أعزائي المشاهدين فاصل قصير نعود لمتابعة ما تبقى من فقرات عين على قطر، لا تبتعدوا كثيرا، ابقوا معنا.